شكرا معالي الوزير، شكرا أخي العزيز. لا أستطيع إلا أن أعبر عن سروري الكبير بالتواجد مرة أخرى هنا في القاهرة، وجزيل الشكر لمعاليكم والزملاء في وزارة الخارجية المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وعلى المحادثات البناءة المستفيضة التي خضناها اليوم. كان لقاؤنا اليوم حقيقة تأكيد لرغبة بلادي الصادقة في تعميق أوصار الإخوة والعلاقات التاريخية مع جمهورية مصر، وامتداداً لما تشهد العلاقات الاستراتيجية من نمو وتقارب مستمر. بحثنا خلال اللقاء كل ما من شأنه دعم علاقاتنا الثنائية والتعاون والصداقة بين بلدينا، على رأسها الملفات الاقتصادية والتنموية وصب تطويرها ونقل آفاق أرحب في كافة المجالات. وكما أشار معالي، فهناك خطوات مهمة ننتظرها في الأيام القادمة، منها انطلاق مجلس التنسيق بحول الله، وتحققت في الفترة الماضية خطوات مهمة وإيجابية فيها في التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقد وصلت استثمارات المملكة خلال فترة 22-23 في جمهورية مصر إلى 2.5 مليار دولار تقريبا، وهذا دليل على استمرار أولاً الثقة بالاقتصاد المصري، لكن أيضاً الالتزام باستمرار وتعميق هذه العلاقة الاقتصادية والتنموية. الحقيقة أن طموحنا أكبر بتنمية حجم التبادل التجاري وتعزيز وتمكين الاستثمار البيني لانتهاز الفرص المتاحة بما يتناسب مع إمكانيات البلدين ويحقق مصالحها المشتركة. طبعاً بحثنا عدد من القضايا الحيوية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وناقشنا جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة أيضاً في سبيل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكذلك ما قامت به اللجنة من جهود لدفع وتيرة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، سعياً إلى إبقاء الأمل قائماً في قيام حل الدولتين. وقد أعربت لمعالي عن تقدير المملكة البالغ لجهود جمهورية مصر في استقبال وتنظيم وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لأن الحقيقة ما نراه من كارثة إنسانية ومن استمرار في تعطيل وعرقلة الجانب الإسرائيلي ليوصل تلك المساعدات أمر أصبح حقيقة جريمة حرب بلا مهاودة، ويعني الدور المصري في دعم وصول تلك المساعدات محوري، وكذلك الدور المصري مع الدور القطري والأمريكي في محادثات وقف إطلاق النار أيضا أمر محوري أثنيت عليه، وشكرت معالي على كل الجهود التي تقوم بها مصر للمحاولة في رفع المعاناة عن إخواننا في فلسطين. وتكلمنا بطبيعة الحال عن مواضيع عديدة من السودان إلى الصومال، ووجدنا تطابق كبير وقد أوجز معالي الموقف تجاهها. وأعتقد أهم ما يلاحظ هو محورية التعاون السعودي المصري في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وهذا أمر له تاريخ كبير وهي قناعة راسخة لدى البلدين، وكان اليوم جزء من استمرار الحوار في هذا الإطار، وسنستمر سوياً إن شاء الله في كل ما فيه ليس فقط خير المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، لكن خير المنطقة والعالم أجمع. وختاماً أجدد شكري لمعاليكم وأؤكد على أهمية استمرار هذا التنسيق والتشاور المستمر، ودائماً نحن مع بعض في كل يوم إن شاء الله. شكراً.